طبعا احنا اكثر الهيئات انا متاكده انه احنا مرتبطين معاكم بشكل او باخر. في باختصار عشان ما اضيع الوقت على الجميع حنركز على الربط الالكتروني مع الهيئات الطبيه. طبعا الهدف الاول والاخير من هذا الاجتماع الوصول الى الربط الالكتروني مع جميع مكاتب الهيئات الطبيه حول المملكه. الربط الالكتروني كسيستم هو نظام جاهز في مستشفى الملك فيصل التخصصي. نعرض عليكم بس فوائده بشكل سريع. اولا طبعا هو يتعامل مع نوعين من الحالات، المرضى اللي محولين والمرضى المقبولين. المرضى المحولين يشمل نوعين من التحويل، الحالات المرضية الجديدة بحث طبعا عن علاج او على اساس تتابعون حالاتها هنا، التحويل الاخر اللي هي الاحالات المالية اللي نقوم احنا باحالتها للقسم المالي لتغطية تكاليف مرضى تم قبولهم. المرضى المقبولين وايضا ينقسمون الى قسمين، المرضى المنومين والمرضى المقبولين على العيادات الخارجية. المرضى المنومين طبعا بعد فترة تنويمهم احد امرين، يا اما يرى الطبيب انه يلزم اعادته للمستشفى المحيل بحيث انه السبب الطبي اللي جاء وقبل في مستشفى الملك فيصل انتهى، او انه يعاد الى او انه يطلع الى عيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي، وبعد كذا يا اما يرجع لعيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي في المناطق، او انه يرجع لمستشفى المحيل كعيادات ما يحتاج الى امر تنويم اخر. طيب الان الفوائد، انتم كهيئات طبية لو ارتبطتوا معنا الكترونيا ايش الفوائد اللي حتجنوها؟ اولا ادخال المعاملة الكترونيا، المقصد انه ترتاح من موضوع انك تدخل المعاملة عن طريق الفاكس، يستلمها موظف الفاكس، يتم فرزها، قد يكون ادخالها في اليوم التالي وليس بنفس اليوم. الربط الالكتروني يسمح لك تسجيل الحالة الجديدة في الوقت نفسه، يعني انت اول ما تدخل اياها في السيستم انا كطبيب اقدر اشوفها واحيلها، يعني اختصر عليك موضوع يوم او يومين من الارسال. اثنين، تتبع المعامله. طب الامر الاخر، كثير من الجهات اللي تحيل لنا عن طريق برنامج احالتي او عن طريق الفاكس يستحيل عليها تتبع الحاله الا عن طريق وصول الرد مننا مره اخرى. قد يصل الرد خلال 24 ساعه الى 48 ساعه من رد الطبيب في المستشفى. الربط الالكتروني يسمح للموظفين الهيئات الطبية متابعة الحالة من تسجيل الحالة عن طريقكم الى صدور الموعد او الاعتذار عنها او طلب طلبات اضافية من الطبيب. يعني باختصار كأنك جالس في مركز قبول الملك فيصل التخصصي تتابع الحالات وانت في منطقتك. طبعا حيتيح لك طباعة المواعيد، طباعة خطاب النواقص لو كان في خطاب نواقص، خطابات الرفض ايضا حتقدر تطبعها. يعني باختصار لو دخلت الحالة اليوم وجرد عليها اليوم بإمكانك اليوم توصل للنهاية مع المريض، لكن باستخدام الطرق الحالية اللي هي برنامج إحالتي أو الفاكس أنت تأخذ تقريبا إلى أسبوع من أنك تعرف إيش اللي حصل مع المريض. قد يكون المريض أصلا جاله خبر عن طريق الرسائل الجوال وجاء والهيئات الطبية ما عندها خبر فيه. الشيء الثاني اللي احنا نعاني منه أنه حتى اللي هي الخطابات المالية اللي أساس أو استمرارية علاج المريض تجينا احنا كمركز قبول في حال انها المفروض تروح مباشرة مركز المالية، هذا طبعا شوي يأخر معاملاتكم. يعني المريض مثلا اوكي يصرف له تذاكر يجي على التخصصي ولسه معاملته ما وصلت الى مركز المالية لانها وصلت عندنا اول وتحتاج فرز، احيانا فرز المعاملات هذه يحتاج الى يوم من يوم الى يومين حسب تفرغ الاطباء. اذا احنا الان نمر في مشاكل تاخير ومشاكل انه طريقه ادخال الحالات شوي متاخره، الحل موجود ونقدر احنا نتجاوز هذا كله عن طريق الربط الالكتروني مع الهيئات الطبيه. السيستم جاهز، الناس اللي حتدرب او المتدربه جاهزه، ننتظر بس التعاون من الجميع في انه احنا نرتبط الكترونيا. واعتقد الان يعني في خضم التكنولوجيا اي ثينك يعني هذا البيست سوليوشن احنا ممكن نوصل له بحيث انه نوفر جهد عليكم، جهد على المريض، المريض نفسه يكون متتبع معاكم ما يحتاج يجينا احنا كمركز قبول يصرف تذاكر من عنده يقطع مسافات عشان يعرف بس ايش حالته صارت فيها. الفاكس معرض للضياع، حالات الام او اتش ايضا احنا شايفين انه سيستم الام او اتش ما هو مفعل بالطريقه المطلوبه او لتخدم المريض. هذه الطريقه
تخدم الموظفين والمرضى بشكل غير متوقع ما راح تحسوه فيه طبعا الين يتم فعلا الربط الالكتروني وتجربون الموضوع. فاحنا كمركز قبول واتكلم باسم دكتور فهد الربيع نرحب فيكم كربط الكتروني. طبعا اللي يحتاج تدريب احنا مستعدين ندربه، يعني احنا مستعدين لاي شيء يخدمكم ويخدمنا ويخدم المريض. فهذا طبعا هذه بس اللي هي لفته سريعه كيف يتم تحويل الحالات، تتحول الحاله يتم رد على الحاله من الطبيب، يتم مراجعتها من الموظفين عندنا، وبعدين ارسال الرسائل للمرضى واعاده ارسال الرسائل لكم. في حال انه انتم قمتوا في ادخال الحاله حتستغنون عن كل المراحل هذه، لانكم انتم انفسكم حتقدرون تتابعون جميع مراحل الحاله. فقط يعني حبيت اوضح لكم اهميه الربط الالكتروني، وانه كل الافكار اللي تدور ببالكم الان وحابين انكم تنفذوها ما راح تتم الا عن طريق الربط الالكتروني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتورة هاني.